علي النعمة أنت دماغك في الحريم وبس. علي النعمة أنا بنات هتخلق منك. أول مرة رستنا تيجي وحسام مش معاي. ايه هو اللي شد؟ الطريق، الطريق شد. والله انا عارف المرور يوم راس السنة يعني شئمت منك فعلا. زفت وواقفة يا ربي. ارفع راس العرب مش تقول لي عواضي بتاعك. على فكرة المطعم ده بتاع واحد سوري بلديات. في ايه يعني صاحبي؟ طب بقول لك ايه؟ عقبال الزحمه دي ما تروق، تعال نضرب لقمه كده على السريع. لا ما ينفعش يا حسام، انا في راجل مستنظرني. يلا الله يسيئك. قوم راسي. لا لا انا مش عاوز اكل. انا هات لي الشاي، ما عنديناش وقت. ايه بقى السلطانيه اللي هناك دي؟ دي شرب دي مكونات الطاقة النووية، سلطانية واحدة تخليك ألف حصان. ابني أنا كفاية هاتها شوربة الزو ومكوناتها بطارخ جمبري سويسي جنبه استاكوزا من العين الشمال بتاعت سمك اللقوش من لبنان، سمك اللقوش من العين الشمال بتاعته مبشور عليها بطارخ من الطحالب البحريه من اليابان. اديله اوبا. ها خش عليا خش. انا مغرفه دي وكوز ايه؟ احلى برضه بتاع مغرفه وكوز. يا سيدي يا سيدي الله. طب فاهم من امريكا يا اخي ما ترجع بلدك. شكري شكري انا اتحملت الغربه والمهانه في امريكا عشان اقدر اكمل علاجي. علاجي؟ اللهم لا حسن، صحتك زي البوم. لا عم اخبار لا والله مش قصدي. عارف بس المثل بيقول يا شكري اللي خلف ما ماتش، وانا اتحرمت من نعمه الخلفه. لا حول الله. ده حظي ايه ده؟ ده حظي ايه؟ مفيش حظ ولا حاجه. حصلت لي يعني اصابه منعتني ان انا اقدر اخلف برغم ان كنت محروم اني ابقى اب. لا حول الله. صحيح الدنيا ما بتديش الواحد كل حاجه. نعم عارف ده كويس، بس الحمد لله في امل دلوقتي اني ابقى اب. ده خبر حلو. امال الحمد لله. وانا في امريكا عرفت ان في مستشفى بتعالج الحالات اللي زي يعني. قعدت لمده سنه اتعالج. سنه كامله؟ سنه كامله. وفي الاخر الحمد لله التحاليل المعمليه اكدت ان ممكن ابقى اب. عارف يعني ايه؟ ممكن ابقى اب. عرفت ليه بقى؟ شكري. طب اوزع خد المرة. عرفت ليه انا اتحملت الغربه دي في امريكا؟ عرفت؟ ميحة ما بتروحش على تليفوني ليه؟ لا يا حبيبي انا كنت عاملها سايلنت على شركة، انا عندي تسجيل. انت هتجي مصر امتى يا حسام بقى؟ معقولة؟ معقولة برضه يا سميحة اخليك تقضي ليلة راس السنة لوحدك؟ يعني انت دلوقتي هنا في مصر؟ المنادي. حبيت اعمل لك مفاجأة حبيبتي، مفاجأة. قسما بالله العظيم انك رديت فيا الروح يا حبيبي. وحشتني يا حسام، وحشتني يا حبيبي، وحشتني موت. لا عندي تسجيل في التلفزيون حوالي ساعة مش حاضر اشوفك دلوقتي. اعمل ايه دلوقتي يعني يا حبيبي؟ ساعة مين يا سميحة؟ ما اقدرش استنى ساعة يا سميحة. انا جاي لك فورا يا روح قلبي فورا. شكري يا عم انت نمت؟ تعال وصلنا التلفزيون. الاسانسير عطلان يا حسام،
استنى شويه على ما يتصلح. انا ما اقدرش استحمل لحد ما الاسانسير يتصلح ولا حتى الطابور الطويل ده. انا جاي لك يا حبيبتي يا بركه شوربه الزو. الدكاتره والاخصائيين اكدوا ان انا دلوقتي اخلف دست عيال. الحمد لله، بس انا مش طماعه زيك. انا عايزه عيل واحد بس واسميه حسام. انا اللي نفسي اجيب منك بنت زي القمر زي كده واسميها سميحه. ما تصوريش يا سميحه، انا مشتاق لك قد ايه. مش اكتر من شوقي لك يا حبيبي. قوي. شكرا يا حبيبي. شكرا. بس يا خساره يا حبيبي. خساره؟ ايه الفن الواحد ده فيه ايه؟ انا سبت الشقه. ايه؟ عشان اخد شقه اكبر يعني واوسع عشان الاولاد والعيال ان شاء الله لما يجوا بكره. طب انت قاعده فين دلوقتي؟ عند منى زميلتي في الاكاديميه، جوزها اتنقل اسوان وطلبت مني اني اروح اسكن معاها وانا وافقت على طول. ما بقاش لوحدي، اصل القعده من غيرك وحشه قوي وصعبه قوي يا حسام. عموما انا ليا اوضه في الاوتيل. النهارده هيبقى يوم تاريخي. ربنا ما يحرمنيش منك، ده هيبقى تاريخي قوي. هجيب لك ايه بقى؟ حته كده يا بيبي دول. ايه؟ بيبي دول يفكرك بليله جوازنا. يعني هنقضيها شهر عسل جديد يا حبيبي. ليه يا حبيبي ليه لوحدك؟ لاني لازم ارجع مع الوفد الامريكي بكره لامريكا. ايه؟ بوظ لي هرموناتي يا حبيبي. يا روح قلبي. كمل هرموناتي. انا سميحه جاهزين للتسجيل. معلش يا حبيبي. ايها الساده، الخبر العاجل، قامت اليوم الدبابات الاسرائيليين بمدينه غزه وقد أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى. افتح لي قلبك. شكلي مش هتحل إلا لو الحظ ساعدني ولقيت حاجة توصلني لتنظيم عوادين الإرهابي وأبلغ عنه وأكسب المكافأة نص مليون جنيه وأجيب بدل التاكس اتنين. طب إيه رأيك بقى إن أنا مستعد أحل لك مشاكلك وأجيب لك التاكسي من غير ما تبلغ عن عوادين الإرهابي؟ أنت هتشتغلني يا باشا. لا، إحنا هنبقى شركة. وانا حلت ايه اول عن اخر عشان تشاركني؟ انا هشارك بتمن التاكسي وانت بمجهودك. انت بتتكلم بجد يا باشا؟ بجد 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 بجد. انا بحب مصر وبحبك انت كمان. مالك يا باشا؟ البنزين خلص، بس عايزين نروح نفول. لا لا، ما اقدرش اتحرك من هنا. حضرتك تقعد هنا زي الباشا، انا انزل اجيب جيركن واجي على طول. لا لا، مفيش داعي تتعب نفسك، انا كمان محتاج اشرب قهوه جوه. ماشي ماشي، هستناك في الكافيتيريا. ماشي، براحتك يا باشا، براحتك يا باشا.